المغربيين، نعزي فيه الفنانين والمبدعين في هذا الوطن. رجل كان يحمل الوطن في قلبه، رجل كان حياته أندر حياته لخدمتي، وركز أكثر على 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 الكاريكاتير والسخرية، ذاك ليمور نوار، ذاك الضحك الموجع، وأرفق الصور والرسوم الكاريكاتيرية مع المقالات ديالو اللي كانت. كان من ركائز جريدة البيان والمؤسسة من 1975. كان يربط علاقات صداقة مع الجميع، من علية القوم، من الناس مسؤولين في الدولة إلى 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 البسطاء. بالعيد اليوم، ولكن عندما يموت شخص في قيمة بالعيد وفي حجم بالعيد، وكأن خزانة تحترق، ويعيش وسط الكتب، يعيش وسط الجرائد، يعيش وسط هذاك، ولكن يتلذذ هذيك المحن، يسجل الحضور في مختلف التظاهرات ومختلف، وبقي هكذا حتى عندما وبالعيد طريح الفراش، يرقد يتماثل للشفاء، يصارع الألم. وكان يسأل عن كأس العالم لكرة الصالات، يسأل صديق الفنانين والمبدعين في مختلف الأجناس، هو القادم من استنشق أولى النفحات في الأطلس في منطقة أزيلال تينانت، وتحول والده الذي كان جنديا خدم أيضا، وكان أيضا في سلك الشرطة، خدم الوطن، وبالعيد اختار هذا المجال الفكري، المجال الإعلامي، مجال ديال الرأي، وسجل حضورا متميزا. نتحدث اليوم عن رحيل بالعيد ونتساءل، عاد ودعنا جمال براوي، عاد ودعنا مجموعة، كنقولوا واش مازال في القلب مكان لجرح آخر؟ هذه المنطقة ديال تنانت اللي كان فيها بالعيد قامة، وبالعيد يعني بالعيد كان رفيق ديال الكتاب.